احكي لك حكايه في عجاله قول تاخديها. حكايتك النهارده انا بقى. كنت وانا طالب واذكر ذلك، ولو ان استاذي يشاهدني سيتذكر تلك الواقعه، لا سيما وقد ذكرته بها في احدى المؤتمرات مؤخرا. قابلني استاذي فانحنيت على يده مقبلا، وكان معي بعض زملائي، وكنت بإصرار أن أنحني على قدمه أقبلها. فزمايلي اللي معايا طبعا هم استغربوا أن أنا قلعت العمة وبست إيده وعايز أنزل على رجله أبوسها. فاشمعنى يعني احنا نبوس إيد مشايخنا؟ أه لكن رجله دي يعني وسعتها شوي، أيوة بتطبل، بلاش تطبيل. أوفر قوي. فقلت للراي، قلت لهم هذا الرجل لهم عندي موقف لا أنساه طيلة حياتي. أنا كنت في الصف الرابع، عنفوان الشباب في الكلية، كنت رئيس اتحاد الطلاب، وكان لي مع أساتذتي صولات وجولات، كنت مصيب في القليل منها ومخطئ في الكثير منها. المهم يعني رتب أمر لي أن يتم في امتحان القرآن الكريم الشفهي مكيدة تودي بذاك التقدير الذي أفتخر به. مكيدة ازاي؟ مكيدة هخش أسقط، همتحن هسقط. فدخلت على ذلك الأستاذ الذي أتشرف أن أذكر اسمه، وأستاذنا الدكتور بكر زكي عوض الذي تولى عمادة أصول الدين وأطال الله عمره وأحسن عمله. فامتحنني قرابة الساعتين، وبعدين قال لي كلمتين عمر ما انساه. قال يا محمد، نجاحك هيزعل مني ناس كتير قوي، ولكن يا ولدي انا الان قاضي، اقضي بالحق بغض النظر عنك. وانا يا ابني وطنت نفسي، انا ان عشت فلن اعدم قوتا، وإن مت فلن أعدم قبرا، عزتي عز الملوك ونفسي ترى المذلة كفرة. قم يا محمد ومبروك عليك 50 من 50 في القرآن الكريم. فقمت ماشي متغندر، ولازلت أحمل الرجل هذا الجميل على رأسي. أنت كنت متعب للناس التانية على رأسي، فضلت الشيخ على رأسي، كنت تعبهم فكانوا عايزين يسقطوك. ولو كان غيره لا تبع هواه، لكن الرجل لا يدري أنني أخذت منه درسا طيلة حياتي. مهما كانت الشحناء أو البغضاء مع أحد، أتذكر هذا الموقف وأقيم العد. والرجل نبهني بفعله إلى ملمح قرآني، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لذلك أنا ما بكون في أي مكان ولاقي واحد صغير زي حالتنا وعنده عامل أكبر منه، فيا فلان أقول له حاسب، قل له يا عم فلان انت تنادي عليه بوظيفتك، تجرده يبقى بسلطان نفسك، يبقى انت داخل في ويل للمطففين. يوم القيامة سيحاسبك ربك سبحانه وتعالى عن هذا العمل.